ترددت أنباء مؤخراً عن طرح البنوك شهادة مرتفعة العائد بنسبة 20% بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي برفع الفايدة 3%. ده في آخر اجتماع لي عشان يصل ل 16.25 و17.25% و16.75% على الترتيب. كمان تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل ل 16.75% نقطة. ولكن السؤال، هل الشهادة الـ 20% هتساهم في جذب مدخرات جديدة للقطاع المصرفي والقضاء على ربما السوق السوداء لبيع الدولار أو الدولارة؟ هل رفع الفايدة هيأثر على حياة المصريين من الأفراد والشركات؟ وكمان أسعار السلع خلال الفترة المقبلة ونسب التضخم، دي كلها أسئلة مشروعة الحقيقة، هنعرف الإجابة منها وتوقع إصدار الشهادات من الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي معايا دلوقتي على الهواء مباشرة عبر الهاتف. أهلا بيك يا دكتور مصطفى وصباح الخير. صباح الخير أستاذ هشام، كل سنة وحضرتك طيب وكل مشاهدينك بخير يا فندم. وحضرتك بألف مليون خير. ربما طبعا إحنا في الشق الاقتصادي بنلجأ دايما للمختصين عشان يكون عندنا شرح وافي وكافي لأي تطورات بتحصل أو حتى أي قرارات بتصدر عن الجهات الرسمية. في ضوء هذه القرارات يا دكتور مصطفى، إزاي ممكن نجاوب على كل هذه التساؤلات اللي أنا ربما يعني بدرت بسؤالها بشكل بسيط، ودي أسئلة الناس في البيوت أو الناس في الشارع، فعايزين من حضرتك تعقيب على هذه القرارات وإزاي ممكن يكون ليه التأثير الإيجابي على السوق الاقتصادي المصري؟ هو طبعا خلينا نقول يا فندم، تحرك البنك المركزي للقضاء على يعني معدلات التضخم المرتفعة ارتفاع كبير، توجه برفع أسعار الفايدة 300 نقطة يعني 3%، وده للتحجيم التضخم من المبدأ الأساسي. والأمر الثاني طبعا لضبط الأسعار، لأن شايفين في يعني مبالغة كبيرة جدا في مستويات الأسعار اللي حضرتك بتشوفها في السوق، وخاصة كمان المبالغة في تقدير سعر الصرف. النهاردة بيتحدثوا عن قيمة الدولار في تقييمات للسوق السوداء مبالغة أكثر مما تتخيل كده. علشان كده البنك المركزي حاول ان هو يعمل عملية ضبط إيقاع لسعر الصرف داخل الجهاز المصرفي وطبعا داخل المجتمع المصري. آخر اجتماع اللي هو لعام 2022 رفع 300 نقطة، دول إن شاء الله دول هيبقوا حافز لمزيد من إن يكون المدخرين يعني الناس اللي معاها أموال تضع أموالها بإن شاء الله اعتبارا يمكن من غدا يصدر من البنوك شهادة احتمالية كبرى برقم يقارب 20%. لغاية دلوقتي يا دكتور مصطفى غير مؤكدة. طبعا هو عشان لازم يا فندم بعد توجيهات البنك المركزي بيلجا البنوك كل بنك على حده لتغيير اسعار الصرف داخل المصرف الخاص به، ده وفق الاليات العامه. ولكن احنا بنتكلم ان طبعا علشان ارتفاع التضخم اللي وصل ل 21% كان نهايه الشهر الماضي، وتحرك البنك المركزي برفع 300 نقطه اللي هم 3%، ده بيكون ليه مردود ان داخل البنوك كلها فندم بتغير اسعار الفايده، متفقين؟ ده بيبقى طبعًا. فيها لجنه كل جوه بنك، البنك ده يا فندم بيقدر اسعار الفايده الخاصه بيه بالزياده لما يشابه الزياده اللي بيتخذها البنك المركزي. يعني حضرتك بتعتقد ان هي ممكن توصل لل 20% فعلا؟ طبعا، ما هو عشان حضرتك اخر شهادات اصدرت وكانت يعني بتقدر ب 17.25%، فطبعا ال 300 نقطه دول النهارده بتغير بترفع سعر الفايده لما يقرب في داخل الجهاز المصرفي او داخل البنوك بتقديرنا ل 20%.